عليكم ورحمة الله وبركاته. سامر جاسر من الصف السابع، وحافظ تيسير من الصف الخامس، وزملاء هو من الصف الخامس. سوف نتحدث اليوم عن حيوان من الثدييات ويسمى بالخلد الفلسطيني، ويعرف عنا بالخلد الفلسطيني، وإنه يقضي بعض أو غالب أوقاته في داخل الأرض، ويستدل عليه الناس من التراب والأكوام التراب الذي يخرجها من الأرض، يعتمد على السماء والشام، واسمه الخلد الفلسطيني. ريبورت بقى فلسطين يعني مول. كيف تركب على هذا الخد؟ عندما كان داخلا عند أول جحرته قمت بالقبض عليه. أن هذا الخلود حفار ماهر. تفضل. ما هي الأشياء التي يتناولها؟ تناول الخلد في داخل الأرض من الأبصار الذي والجزر وهذه الأشياء التي تكون في داخل الأرض. كان معكم الطالب سند جاسر من قناة نادي جينوم على اليوتيوب.